السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن نجاحنا وفرحنا في الدنيا هو فقط باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. وأفضل كتابين للهداية وإن إحنا نمشي على الطريق المستقيم اللي هو كتاب الله، القرآن الكريم، وسنة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يكون بالقراءة وتدبر الآيات وتلاوته وحفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم ليه؟ وتدبر الآيات وإحنا نتفكر فيها، والتدبر والتفكر ما بيجيش غير بالقراءة. إحنا نقرأ القرآن الكريم ونحفظه ونعرفه ونعرف التفسير والأحكام إن دي فيها حياتنا واستقامتنا في الدنيا، تمام. وإن القرآن الكريم بيأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب. يعني إيه شفيعا للأصحاب؟ يعني هو شفيع، يعني القرآن هيجي يتوصل عند ربنا: يا رب، عبدك اللي كان بيقرأ القرآن، كان بيتدبر من الآيات دي، كان بيخشع هذه الآية ولما بيسمعها بيبكي ويتأثر ومش عارف إيه، تمام. طيب، وإنه في كمان ده في بعض الآيات، بعض الصور في القرآن بتبقى منجية لصاحبها، زي مثلا قراءة الأول 10 آيات من سورة الكهف بتنجي صاحبها من فتنة المسيح الدجال، وآخر 10 آيات من سورة الكهف بتنجي من فتنة القبر. ده كمان في سورة اسمها سورة السجدة بتظل صاحبها يوم القيامة، يعني السورة بتيجي بجناحين وتظل صاحبها يوم لا ظل إلا ظله وتقول: لا سبيل عليك، لا سبيل عليك. بتحمي صاحب السورة من حر، من وقفة يوم القيامة ومن الشمس لما تدنو فوق الرؤوس. ده صاحب السورة اللي هو بقى بيقراها، حافظها، بيقراها كل يوم. ده بقى ايه فضل بعض السور. طب فما بالك بقى ايه انك انت تبقى حريص على قراءة القرآن الكريم. طيب، المشكلة بقى في ايه؟ المشكلة ان احنا كلنا او معظم الناس الا من رحم ربي مش بيقرا قرآن كل يوم، بيقرا بس في شهر رمضان. تلاقي بس شهر رمضان كل الناس تقرا قرآن، كله بيحرص على القراءة بقى في الشغل وفي المواصلات وفي تلاقي المساجد والجوامع الناس مليانة غير بشكل غير طبيعي على غير السنة، وكله عم ماسك المصحف عمال يقرأ. ده شيء منظر جميل جدا، بس ما بنشوفوش بس غير في شهر رمضان وفي غير وقفة عرفات، وغير بس يوم الجمعة الناس تقعد تقرأ سورة الكهف. طب وفين القرآن الكريم من بقية السنة؟ لو سألت معظم الناس يقول لك: والله مش بقرأ غير في الأوقات دي. طب بتقرا كل يوم؟ يقول لك: والله ما عنديش وقت. ما عندكش وقت ليه؟ ايه الشغل، المدرسه، الجامعه، والله مشاغل، برجع من البيت تعبان، الاولاد، الاكل، وهكذا، مشاغل الحياه كلنا احنا فيها. طيب احنا ممكن لو وفرنا وقت بسيط نقرا فيه حد ادنى يوميا، يبقى احنا كده يعني عدينا العيد، كده عملنا التمام التمام. تقرا حد ادنى، عندك وقت تقرا اكتر. حد ادنى قد ايه؟ يعني مثلا ربعين. تعرف انه القرآن الكبير عبارة عن ايه؟ الجزء عبارة عن 8 ارباع، 8 ارباع احزاب، يعني ربع حزب. اقرا لك ربعين، يعني ربع جزء، ربع جزء كل يوم هياخد منك وقت قد ايه؟ مثلا 10 دقايق. طب 10 دقايق في اليوم انت بتبقى صاحي كام ساعة؟ يعني انسان بينام 8 ساعات يبقى 16 ساعة. هل ال 16 ساعة بتشتغل فيهم؟ انت بتصلي قد ايه الفروض بتاعتك؟ في 10 دقايق في 5 ادي 50 دقيقة، قول يا سيدي ساعة، هيتبقى 15 ساعة بتشتغل فيهم قد إيه؟ بتذاكر فيهم قد إيه؟ مثلا يعني أنت متوسط عدد ساعات شغلك 10 ساعات مثلا، يعني أقصى حاجة 10 ساعات الإنسان بيشتغله في اليوم، المتوسط 8، هنقول 9 ساعات مثلا، يتبقى كام؟ 6 ساعات عبارة عن إيه؟ عبارة عن أكل وقعدة مع أهل البيت وشغل ومواصلات الكلام ده كله. أنا مش عايز منك تاخد غير 10 دقايق من ال6 ساعات دول. شوف أنا عمال بخصص لك الساعات إزاي؟ 10 دقايق كل يوم تقرا فيهم جزء يسير. ده بتكلم عن حد أدنى. طب إزاي ممكن نعمل الموضوع ده؟ الموضوع بسيط جدا، في حل بسيط جدا. حضرتك رايح الشغل كل يوم مثلا، انا هفترض انك انت مثلا مش معاك عربيه، معظمنا مش معاه عربيه، خلاص بتركب مواصلات، بتاخد في المواصلات حوالي مثلا نص ساعه مواصلات، يعني مكان بعيد مثلا في 6 اكتوبر حاجه، بتاخد نص ساعه في المواصلات، بتركب مواصلات عامه او باص بتاع الشغل او باص بتاع المدرسه او باص بتاع الكليه. انا بكلم دلوقتي كل الايه، كل الناس، سواء كنت واحد بيشتغل، طالب في المدرسه، او طالب في الكليه، واخد بالك؟ بركب باص بياخد لي نص ساعه، تمام.
انزل اتوضا. انا هفترض انك انت مثلا مش بتلحق صلاه الفجر، لو بتكلم عن معظم الناس، انت نازل الصبح فاتك صلاه الفجر، بتصلي الصبح طبعا قبل ما تنزل تروح شغلك او تروح مدرستك تروح الجامعه بتاعتك، تمام. اركب المواصلات على وضوء واقعد اقرا قران، هات لك مصحف صغير واقعد اقرا قران، تمام. ما عندكش مصحف صغير، احنا ما شاء الله الموبايلات عندنا كلها ابلكيشن بقى واحدث الحاجات، من على الجوجل ستور نزل المصحف او القران الكريم كاملة ده، وفي النص ساعه دي اقعد اقرا قران بسيطه جدا، بدل ما تبقى قاعد بدل ما بيبقى الناس قاعده في المواصلات بتبقى ماسك الموبايلات تقعد تخش على الفيس وعلى الواتس الحاجات دي كلها، لا استهل يومك وافتتح يومك بقراءه القران الكريم. نزل القرآن على الموبايل، اقعد اقرا الربعين العشر دقايق دول، واخد بالك؟ اي واحد بيركب مواصلات بياخد له وقت لا يقل عن ربع ساعه عشان يوصل شغله او مدرسته او الجامعه بتاعته. انا بقول لك 10 دقايق بس، افتح الابليكيشن نزل القرآن ربعين، وانت راجع من شغلك او من جامعتك في نفس المواصلات ربعين تانيين، ادي نص جزء يا سيدي. انا مش عايز منك غير ربع بس، بلاش نص، مره واحده اقرا. الموضوع بسيط جدا، الموضوع بسيط جدا قوي وسهل قوي، وبالتالي بالتالي تقدر تقرا كل يوم. طب هتقولي مثلا انا في يوم اجازه ما رحتش الشغل، انا في يوم ما رحتش الجامعه او المدرسه، طب انا بروح شغل بالعربيه، مش معقول همسك البتاع ده واسوق، صح؟ بس في حلول تانية، انا بقول لك على ابسط حل. هقول لك بقى بقيه الحلول التانية، بقيه الحلول التانية بسيطه جدا. لو قدرت تقوم تصلي الفجر اقرا 10 دقايق قبل ما تروح شغلك، ده لو قدرت تقوم. طب ما قدرتش تقوم صلاه الفجر، انا بقى حق يعني حقق لك الموضوع اكتر، خلاص عندك صلاه الظهر، ما انت كده كده بتصلي الظهر في الجامع بتاع المدرسه او الجامع بتاع الجامعه او الجامع بتاع الشغل، واخد انت بالك؟ طيب انا هفترض انه مثلا مزنقين عليك وانك انت بيدوك بتصلي في مصلى جوه الشغل وممنوع حد عشان وقت العمل، تمام، ونفس الحكايه في صلاه العصر. طيب صلاه المغرب اكيد هتكون انت روحت، يعني اغلبيتنا هتكون روح. طيب انت تروح تصلي المغرب في المسجد، عندك من المغرب للعشاء وقت فاضي، مفيش مسجد بيقفل من المغرب للعشاء، اقعد تخلص واقرا قران ال10 دقايق دول واطلع البيت عادي جدا. طب انا جاي من الشغل تعبان جدا وهلكان وعايز اتغدى وعايز مش عارف ايه، وعقبال ما اخلص تكون العشاء اذان، نفس الحكايه بعد صلاه العشاء. لو انت بتنزل تصلي في الجامع بعد صلاه العشاء 10 دقايق ما اعتقدش هيلحق يقفلوا المسجد تقرا فيه. او هقول لك على حاجه بسيطه جدا، انت صليت المغرب واكلت واستريحت والكلام ده كله وصليت المغرب في البيت والعشاء اذنت، انزل صلي العشاء في المسجد قبل اقامه العشاء 15 دقيقه 20 دقيقه، معظم المساجد 20 دقيقه، تعالى يعني اسمع الاذان، انزل صلي العشاء، انت اسمع الاذان، انزل صلي، هيكون فاضل على الاقامه 7 8 دقائق، اقرا فيهم الربعين دول. موضوع بسيط جدا، موضوع في منتهى السلاسه ومنتهى السهوله. لو انت حطيت في دماغك انك كده تقرا ربع جزء كل يوم، هيبقى حياتك هتتغير، كل يوم حياتك هتتغير، كل يوم. ده بقول لك ربع على اللي هو انت وقت فاضي، والله انا طالع عندي وقت فاضي قريت جزء، ده جميل جدا، قريت النهارده ربع، تاني يوم قريت نص، ده ممتاز جدا، بس احرص انه في ربع جزء كل يوم. الموضوع في منتهى السلاسه وفي منتهى البساطه، وتقدر تطبقه، وبالتالي تقدر تحافظ على قراءه القران يوميا بمختلف الاجزاء، سواء كان قريت ربع او قريت نص، ده في حد ادنى كل يوم بيتر، كل يوم في رصيد، كل يوم في رصيد. الحسنه قرات حرف من القران ب 10 امثالها، ده انا عمال اقرا ايه حاجات، عمال بس الكريدت عمال يزيد بشكل متغير، بس المهم في كريدت بيزيد كل يوم، في رصيد بيحصل كل يوم، في قران بيتقري كل يوم، تمام. ده ابسط حل، انا الشخصيه بطبق الموضوع ده، يا ريت ان كل الناس تطبقه، تمام. واتمنى يكون انا وفقت في هذا التسجيل، ويكون ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم، ولا تنسوني من صالح الدعاء، وتعملوا اشتراك في القناه لو سمحتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.